السلام عليكم، مرحبا بكم في الدروس الإلكترونية لمدارس السندباد الأهلية الصف السادس الابتدائي مادة الاجتماعيات مراجعة رقم 2. اليوم مراجعتنا راح تشمل محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين. في البداية عندي محافظة نينوى، أعرف ما يأتي: آشور وسد الموصل وهضبة الجزيرة ونمرود كالح. آشور ونمرود كالح من المدن التاريخية في محافظة نينوى. سد الموصل مشروع سيطرة وخزن بين نينوى ودهوك، وهضبة الجزيرة من أقسام سطح العراق وتوجد في نينوى وصلاح الدين والأنبار. بالنسبة لآشور، وهي من أهم المدن التاريخية في محافظة نينوى، وهي العاصمة الدينية لبلاد آشور واسم إلههم الرئيس. سد الموصل هو من مشاريع السيطرة والخزن، مكانه وين؟ شمال مدينة الموصل، ويقع سد الموصل وبحيرتها بين محافظتي دهوك ونينوى. بالنسبة لهضبة الجزيرة، هي التي تمتد من جنوب مرتفعات مكحول وعدي وسنجار اللي موجودة في محافظة نينوى شمالا، وحتى البادية الغربية والسهل الرسوبي جنوبا، ويتكون سطحها من أراضي منبسطة تتخللها هضاب وروابي وكثبان رملية متباينة الارتفاع. هذا التعريف اللي يخص محافظة نينوى، لكن حتى يكون تعريفي شامل ويضم كل الأشياء اللي تخص هضبة الجزيرة، كتبت بهذه الطريقة أو بهذا الشكل حتى ما يكون ناقصني شيء بالامتحان. هضبة الجزيرة هي التي تمتد من جنوب مرتفعات مكحول وعدي وسنجار شمالا، هاي الموجودة في محافظة نينوى، وحتى البادية الغربية والسهل الرسوبي جنوبا، ويتكون سطحها من أراضي منبسطة تتخللها هضاب وروابي وكثبان رملية متباينة الارتفاع. حتى أكمل تعريفي لازم أقول هضبة الجزيرة أيضا وين موجودة بصلاح الدين ووين موجودة في الأنبار. بالنسبة لصلاح الدين، تقع هذه المنطقة في الأقسام الغربية من محافظة صلاح الدين وتمتد بين تلال حمرين ووادي الثرثر. أما بالنسبة للأنبار، تقع في الجهة الشمالية من محافظة الأنبار وتحديدا إلى الشمال من مجرى نهر الفرات وشرقه. بالنسبة لنمرود كالح، هي من المدن التاريخية في محافظة نينوى، وهي ثاني عواصم الآشوريين، ويعد الملك الآشوري شلمنصر الأول اللي كان في القرن الثالث عشر قبل الميلاد هو مؤسسها، ومن أشهر معالمها التاريخية الزقورة. سؤال الثاني، املأ الفراغات الآتية. تقسم تضاريس محافظة نينوى على ثلاثة أقسام، هي المنطقة الجبلية والمنطقة المتموجة ومنطقة الهضبة اللي ذكرتها في السؤال السابق. وأهم مدنها عندي خمس مدن، ذكرت اثنين منهم في السؤال الأول بالتعاريف حسب الفراغ عدد الفراغات اللي يطلبها مني، لكن هم بالأصل خمسة: آشور ونمرود كالح ونينوى ودور شروكين خرسباد والحضر. سؤال الثالث، ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. أولا، تقع محافظة نينوى في القسم الشمالي الغربي من وطننا العراق، صح. يشرف موقع محافظة نينوى على حدود دولتين هما تركيا وإيران، خطأ، تركيا وسوريا. 3. يعد جامع النبي يونس من أهم المعالم التاريخية لمحافظة بغداد، خطأ، هو في نينوى. سؤال الرابع، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. أولا، عينزالة وبطمة والقيارة من الحقول النفطية الكبيرة في محافظة نينوى. ثانيا، الحضر من أهم المدن التاريخية في محافظة نينوى. سؤال الخامس، علل ما يأتي. أولا، تسمية محافظة نينوى بأم الربيعين، ليش أم الربيعين؟ الجواب، لأن مناخ المحافظة يتميز بالاعتدال ولا سيما خلال فصلي الربيع والخريف. أم الربيعين لأنه مناخها معتدل في فصلي الربيع والخريف، لأن مناخ المحافظة يتميز بالاعتدال خلال فصلي الربيع والخريف. ثانيا، تتميز محافظة نينوى بتنوع مناخها، الجواب نتيجة لتنوع تضاريسها، إذ يسود في أقسامها الشمالية مناخ البحر المتوسط اللي عرفنا صفاته صيف معتدل وشتاء بارد ممطر، أما في أقسامها الجنوبية يسود مناخ السهوب الانتقالي اللي هو انتقالي ما بين البحر المتوسط وشبه الصحراوي. ثالثا، تسمية محافظة نينوى بالحدباء، الجواب لأن فيها منارة المسجد الكبير النوري. سؤال السادس، أنسب المشاريع التالية. أجاني سابقا في محافظة دهوك سد الموصل يقع بين محافظتي نينوى ودهوك، فذكرت في دهوك والآن في نينوى سد الموصل على نهر دجلة.
تكلم عن الثروات المعدنية في محافظة نينوى. طبعا الموضوع في الكتاب يشمل صناعات وثروات معدنية، فأني من يطلب من عندي ثروات معدنية فقط لازم أكتب بس الجزء الخاص بالثروات المعدنية. تشتهر المحافظة بتوفر العديد من الثروات المعدنية، أهمها الكبريت والفوسفات في منطقة المشراق، كما تضم المحافظة حقولا كبيرة لإنتاج النفط، أهمها حقول عين زالة وبطمة والقيارة. سؤال الثامن، هاي الأسئلة اللي راح تيجي كلها عن المدن التاريخية، بس انتبه على صيغة السؤال، احتمال يطلب مني شرح وحدة وتعداد البقية، احتمال يطلب مني بس تعداد، احتمال يطلب مني شرح بس اثنين. أول سؤال الثامن العفو، عدد 4 من المدن التاريخية في محافظة نينوى واشرح واحدة منها فقط. آشور، نمرود، كالح، نينوى، دور شروكين، قرسباد، والحضر. شرحنا واحدة اللي هي مدينة الحضر، تعد مدينة الحضر إحدى المدن العربية التي امتازت بفنون العمارة والنحت وأعمال المعادن وفنون الحرب، ومن أهم ملوكها سنطروق الأول وسنطروق الثاني. سؤال التاسع، اكتب في 2 من اهم المدن التاريخية في محافظة نينوى. هنا ما رأي التعداد، رأسا يقول لي اشرح 2، اكتب في 2. نينوى سميت المحافظة باسمها وهي ثالث عواصم او ثالث عاصمة للآشوريين، حكمها العديد من الملوك الآشوريين من اشهرهم الملك آشور بانيبال اللي كان من سنة 669 الى 627 قبل الميلاد. دور شروكين خرسباد وهي العاصمة الرابعة للآشوريين التي شيدها الملك سرجون الثاني من 721 إلى 705 قبل الميلاد، وهي مربعة تحيط بها أسوار وأبواب متعددة. سؤال العاشر، عدد فقط، هنا أنا ماكو شرح، عدد أهم المدن التاريخية في محافظة الموصل، آشور، نمرود، كالح، نينوى، دور شروكين، خرسباد، والحضر. وصلنا إلى محافظة كركوك. محافظة كركوك عندي التعريف اللي بيها مناخ السهوب والصناعات الاستخراجية. مناخ السهوب هو مناخ انتقالي بين البحر المتوسط والمناخ شبه الصحراوي، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى نباتات السهوب التي تسود منطقة العروض المنارية. الصناعات الاستخراجية وهي الصناعات التي تعتمد على استخراج النفط والكبريت والفحم من باطن الأرض. املأ الفراغات الآتية، تشتهر محافظة كركوك بتوافر العديد من الحقول النفطية وأهمها حقول بابا، كركر، وجنبور وبا حسن. من طين 2، ولازم بقى بس هذا الثالث لازم أكتبه. 2، بابا، كركر، وجنبور وبا حسن أهم الحقول النفطية في محافظة كركوك. 3، اسم كركوك مشتق من كلمة كركر، ماذا تعني؟ تعني شعلة النار الملتهبة. سؤال الثالث، ضع كلمة صح أو خطأ. أولاً، تقع محافظة كركوك ضمن مناخ البحر المتوسط، خطأ، كركوك مناخها سهوب انتقالي. اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. أولاً، من حقول محافظة كركوك النفطية حقل بابا كركر، ومنطيني هاي الاختيارات. ثانياً، من الحقول النفطية في محافظة كركوك حقل بابا كركر، أيضاً هو حق النفط في كركوك. من الحقول محافظة كركوك النفطية حقل بابا كركر، أيضا من الحقول النفطية في محافظة كركوك. ألاحظ أن الجواب نفسه لكن هي الاختيارات مختلفة، على سنين مختلفة إجاني هذا السؤال يغير لي الاختيارات أو يقدم ويأخر بيها ويحط بنصها الجواب الصحيح، فتجيني بأكثر من شكل، تجيني بأكثر من صيغة اختيار، لكن هي في الحقيقة بالأخير نفس الجواب. قد مو ضروري يجيب لي بابا كركر، يجوز يجيب لي جنبور أو باي حسن، لكن هو دا يحطها بنص اختيارات، واحتمال من سنة إلى أخرى أو من دور إلى ثاني غير هذه الإجابات. سؤال الخامس على ما يأتي، أول الموقع الجغرافي لمحافظة كركوك أهمية كبيرة. الجواب، لكونه يمثل جسر رابط بين محافظات شمال العراق من جهة وبين وسطه وجنوبه من جهة أخرى. تنوع مظاهر التضاريس في محافظة كركوك بين التلال والهضاب والسهول. ما دام قال لي تنوع بالتضاريس أجاوب جواب يخص التضاريس، لأن محافظة كركوك تتميز بموقعها في منطقة انتقالية ما بين المنطقة المتموجة ومنطقة السهل الرسوبي. تتميز محافظة كركوك بسيادة الطابع الزراعي. الجواب، ليش؟ لأن تزرع فيها العديد من المحاصيل الزراعية، أهمها القمح والشعير التي تحتل زراعتها المراتب الأولى، فضلا عن زراعة محاصيل صناعية كالذرة والقطن وزهرة الشمس. إذن الزراعية قمح وشعير، والصناعية الذرة والقطن وزهرة الشمس. تكلم على محافظة كركوك تاريخيا وعن أهم المعالم الحضارية فيها. كركوك اسم مشتق من كلمة كركر، تعني شعلة النار الملتهبة، عثر فيها على العديد من المعابد والقصور والنصوص القانونية المدونة بالخط المسماري التي تعود إلى حوالي 3500 سنة قبل الميلاد.
ومن أهم ما يميز كركوك قلعتها الشاخصة، والتي تضم بين ثناياها معالم المنطقة القديمة كموقع جرمو وسوق كركوك الذي يقع بجانب القلعة. كانت كركوك لواء تابعا إلى ولاية الموصل عام 1879، وفي عام 1976 استبدل اسمها من لواء كركوك إلى محافظة كركوك. تكلم عن الموارد المائية في كركوك. عندي الموارد المائية السطحية وعيون وينابيع. السطحية الزاب الصغير اللي مر عليه تعريفه سابقا في محافظة أربيل، وأيضا هو هنا في محافظة كركوك يجري في الأقسام الشمالية الشرقية من المحافظة. بالنسبة للعظيم يجري في الأقسام الجنوبية الغربية من المحافظة. العيون والينابيع يعتمد توزيعها الجغرافي على كمية الأمطار الساقطة طبعا، ويتنبع من سفوح الجبال والمرتفعات. مياه العيون والينابيع يعتمد توزيعها على كمية الأمطار الساقطة، يعني تزداد بزيادة كمية الأمطار. تتركز مناطق العيون والينابيع في المحافظة في أغلب أقسام المحافظة، ولا سيما في حمرين وكانيدو ميلان. أما بالنسبة لمشاريع السيطرة والخزن، فعندي عدد من المشاريع، من أهمها سد دبس ومشروع ري الحويجة على الزاب الصغير. بالنسبة لمحافظة صلاح الدين، عندي مدينة سامراء تعريفها، هي من المدن التاريخية لمحافظة صلاح الدين، سميت بأسماء عدة، سامراء وسومراء وسرة من رأى. بالإضافة إلى هذه الأسماء أيضا، حصن سومير هو كان سبب بتسميتها، هذا الحصن الذي كان مانعا لدخول الأعداء إلى مدينة سامراء، ومن كلمة سومير جاء اسم سامراء، وبني هذا الحصن في الحقبة الساسانية، ثم حرف ليصبح فيما بعد بصيغة سرة من رأى. املأ الفراغات الآتية: أولا، تضم محافظة صلاح الدين أكبر مصفى للنفط في بيجي. 2، من المدن التاريخية في محافظة صلاح الدين مدينة تكريت، أو أريد أكتب سامراء، من المدن التاريخية لمحافظة صلاح الدين مدينة تكريت أو سامراء. ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة أو كلمة خطأ. 2، يرتبط اسم محافظة صلاح الدين بالقائد صلاح الدين الأيوبي، صح. 2، تتميز محافظة صلاح الدين بتعدد المحافظات التي تجاورها، صح. اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. يقع مصنع سامراء للأدوية في محافظة صلاح الدين، من طين 3 محافظات من ضمنها المحافظة الصحيحة. 2، يقع مصنع سامراء للأدوية في محافظة صلاح الدين، أيضا من طين محافظات أخرى وبنصها المحافظة الإجابة الصحيحة. طبعا هاي بسنين مختلفة. علل ما يأتي: تحويل قسم من مياه نهر دجلة إلى منخفض الثرثار عن طريق سد سامراء. ليش؟ لأن شو استفاد من عنده؟ للاستفادة منه في خزن المياه، وكذلك تغذية نهر الفرات خلال موسم الصيف عن طريق قناة الثرثار. يعسس سامراء الواقع على نهر دجلة من أهم مشاريع السيطرة والخزن. ليش؟ لأنه يقوم بتحويل قسم من مياه نهر دجلة إلى منخفض الثرثار للاستفادة منه في خزن المياه، وكذلك تغذية نهر الفرات خلال موسم الصيف عن طريق قناة الثرثار. سميت محافظة صلاح الدين بهذا الاسم، حيث ارتبط اسم المحافظة بالقائد صلاح الدين الأيوبي الذي حررها وحرر مدن عدة من البلاد العربية. مرة إجا كتعليل ومرة إجا كصح وخطأ. أخيرا السؤال: تضاريس محافظة صلاح الدين. عندي منطقة متموجة، وعندي هضبة جزيرة، وعندي سهر رسوبي. المنطقة المتموجة تقع في الأقسام الشمالية من المحافظة، وتضاريسها هي امتداد لتضاريس المنطقة المتموجة. بماذا تتمثل؟ بتلال حمرين ومكحول. هضبة الجزيرة اللي سبق ذكرها في هذه المراجعة في محافظة نينوى، هي أيضا تقع في الأقسام الغربية من محافظة صلاح الدين، وتمتد بين تلال حمرين ووادي الثرثار. بماذا تتميز أو يتميز سطحها؟ يتميز سطحها بالتموج البسيط في معظم أجزائه. السهل الرسوبي يحتل الأقسام الجنوبية والجنوبية الغربية من المحافظة، ويغلب عليه صفة الانبساط. السهل الرسوبي الأقسام الجنوبية والجنوبية الغربية من المحافظة، ويغلب عليه صفة الانبساط. إلى هنا وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. نلتقيكم في المحاضرات القادمة إن شاء الله. شكراً.